باسم صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس النواب والوزراء لجميع الحضور. صراحة أنا أشكر الجميع اللي حضروا اللي تعنوا من سواء من المملكة العربية السعودية أو من خارج المملكة اللي حضروا خصيصا لهذه الاحتفالية، وأقول لكم مشكورين وما قصرتوا على هذه الجاية. في الطموح أنا مؤمن أن قيمة الفنان في قدرته على اسعاد نفسه من خلال اسعاد الاخرين. حنا كلنا عايشين في اجمل عهد للرقي والانفتاح الطامح لاروع مستقبل. في اجمل عهد للرقي والانفتاح الطامح لاروع مستقبل، مستقبلنا كوطن في 2030 هدفنا الاسمى تعزيز الثقافه الفنيه الوطنيه. وقناعاتي ان كل مواطن سعودي من موقع من أهم إجاباتها أن يساهم في تحقيق الرؤية العملاقة لوطننا العزيز. تعاقدي الجديد مع روتانا له أهداف وطموحات كبيرة، أقدم فيها نفسي برحلة نجاح جديدة في مشواري، وأضيف فيها أهم بصمات جديدة في سجل تعاوناتي مع شركات الإنتاج الوطنية